مشاهدينا الأكارم في كل الأماكن، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر، وحييكم ومباريات دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية النسخة الخامسة، حيث نواصل المسير في المجموعة الأولى، حيث مركز شباب المحرق يستعد لمواجهة نادي بوري، مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين. أكيد مركز شباب المحرق في المركز الثاني في المجموعة الأولى يحاول يعني مواصلة الانتصارات، لم يبدأ بشكل ممتاز في هذه البطولة بعد خسارة المباراة الافتتاحية، بالتالي اليوم عليه أن يعني يحاول أن ينتصر للمرة الثالثة لمحاولة اللحاق يعني التأهل للدور القادم. بالأمس سافرة تمكن من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواصل النتائج المميزة. مركز شباب المحرق دائما باللون الأحمر يستعد لمواجهة نادي بوري. تسعة وخمسين مركز شبابي يشاركون في النسخة الخامسة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية، الكل يطمح لتقديم ما هو مميز، الكل يحاول الحفاظ على أمال البقاء. نادي بوري باللون السماوي اليوم يستعد لبداية هذا اللقاء. نادي بوري يحتل الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف المحرق، فبالتالي اليوم انتصار أكيد راح يكون غاية في الأهمية بالنسبة لكل فريق. كل فريق يحاول يعني تعويض النتائج الغير إيجابية في بداية جولات هذه البطولة. رابع مباراة لكل فريق، المحرق برصيد 6 نقاط من 3 مباريات هزيمة وفوزين، بينما بوري 4 نقاط من 3 مباريات هزيمة فوز وتعادل. كل فريق لا زال يمتلك أمال التأهل، وأيضا توجد يعني بعض الفرص للخروج من هذه البطولة. سافرة برصيد 10 نقاط يتصدر بكل جدارة هذه البطولة بدون هزيمة إلى حد الآن، 10 نقاط من 4 مباريات 3 انتصارات وتعادل. اليوم الفريق الأزرق نادي بوري يستعد لبداية هذا اللقاء بتشكيل يتكون من سيد محمود مجيد كحارس مرمى، ورباعي الخط الخلفي يتكون أو رباعي الملعب يتكون من سيد عبد الله محمد، سيد حسن كاظم، الياس حسين علي، وسيد مهدي محمد. على الطرف الآخر مركز شباب المحرق يستعد لبداية هذا اللقاء بعلي الماجد كحارس مرمى، والرباعي غانم الضاعن، جاسم الجبن، ياسر حسن إسماعيل، وعلي عبد الرسول. القيادة التحكيمية في هذا اللقاء ستكون من الطاقم المكون من الكابتن محمد مرشد كحكم أول، والحكم الثاني هو أحمد الغريب، بينما أسامة دريس هو الحكم الثالث. مجموعة من المباريات، 4 مباريات تقام في كل يوم، ولدينا مجموعة كذلك من النتائج الكبيرة. شاهدنا بعض المفاجآت، شاهدنا يعني بعض النتائج اللي كانت غير متوقعة قبل بداية هذا اللقاء. أجري 63 لقاء، تم تسجيل 391 هدف، 88 بطاقة صفراء مقابل 13 حالة طرد في انتظار بداية اللقاء. اللقاء الأول في هذا اليوم دوري خالد بن حمد النسخة الخامسة، والكل يطمح ويمتلك أمال التأهل. أمامك على الصورة علي الياسي مدرب مركز شباب المحرق، ونادي بوري أكيد يطمح لتحقيق الانتصار. في حالة عدم الفوز اليوم ممكن يكون قريب جدا من الخروج بشكل رسمي من هذه البطولة. كل فريق الآن خلاص في الجولة الرابعة، على اعتبارنا المجموعة الأولى تضم 6 فرق، فبالتالي يعني كل فريق يعني خلاص يحاول أن يحجز مكانه في الدور القادم. من أجل ذلك عليك تحقيق الانتصارات في انتظار بداية اللقاء. ومركز شباب المحرق بدأ
هذه البطولة في المباراة الافتتاحية هزم أمام سافرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد ذلك تمكن من تحقيق انتصارين ست نقاط. يمتلك أكيد مجموعة من اللاعبين المعروفين على مستوى كرة القدم داخل الصالات، ويمتلك القدرة على تحقيق الشيء الكبير في مثل هذه البطولات. نتحدث عن جاسم الشبن، واحد من أهم اللاعبين في كرة القدم داخل الصالات. نتحدث كذلك عن الكابتن علي عبد الرسول، جانب من الحضور الجماهيري بشكل يومي. نشاهد كل الأعمار كل الفئات متواجدة في صالة مدينة خليفة الرياضية لحضور والتفاعل مع مثل هذه البطولات. حارس المرمى سيد محمود مجيد، والاستعداد لبداية هذا اللقاء. نادي بوري بفوز هزيمة وتعادل أكيد يسعى لتحسين الأوضاع من خلال لقاء هذا اليوم. فريق المحرك قبل بداية هذا اللقاء سجل 11 هدف، سجل في مرمى 10 أهداف، بينما بوري سجل 7 أهداف وسجل في مرمى 6 أهداف. بداية اللقاء كرات دائما قصيرة، جس النبض في البداية، تناقل الكرات، أخذ الثقة مع بداية كل اللقاءات، محاولات وكرة أمامية، محاولة تبعد إلى خارج أرضية الملعب. يبدأ المحرك بشكل ضاغط، أكيد يحاول إجبار نادي بوري على ارتكاب الأخطاء مع بداية اللقاء. جاسم الشبن قائد الفريق، يعني يقدم مستويات مميزة، لاعب المحرك السابق في كرة القدم على العشب، وكذلك لاعب فريق المحرك لكرة القدم داخل الصالات. كرة أمامية علي عبد الرسول، يحاول كرات قصيرة، كرات متناقلة تهيئ إلى جاسم ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تخرج الكرة إلى خارج أرضية ملعب. كرة أمامية، استلام، محاولات وتقدم، البحث عن المساحة، الحفاظ على هذه الكرة وتقدم، محاولات وتقدم إلى خارج أرضية ملعب. علي الماجد يلعب الكرة الأمامية باتجاه علي عبد الرسول، محاولات كرات أمامية، محاولة التوغل والتقدم في بداية اللقاء. جاسم الشبن بهدوء كبير في الخط الخلفي، كذلك يعني يقدم أدوار هجومية، كرة أمامية، محاولة التغطية والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. جاسم الشبن كرة طويلة، استلام، انتظار الزملاء، دوران، محاولة، كرة عرضية تستخلص وتعود تبعد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الياس حسين علي، تبادل كرات، حسن العكري، حسن يحاول إلى الياس، محاولة وتقدم. جاسم الشبن والضغط على حامل الكرات، علي عبد الرسول، التقدم والتصويبة، ولكن حارس المرمى متواجد في المكان السليم. بداية بتصويبة عن طريق علي عبد الرسول، النجم المميز في تشكيلة مركز شباب المحرق. حسن العكري، محاولة، كرة أمامية، استلام وتقدم، دوران، الحفاظ على الكرات إلى أحمد يوسف، أمامية، علي الماجد تبعد، علي عبد الرسول، تقدم، جاسم الشبن استخلص بشكل سريع من جانب الفريق السماوي، يبدأ بشكل ممتاز، يدخل في أجواء اللقاء، تصويبة إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. أول 5 دقائق على بداية زمن الشوط الأول من لقاء نادي بوري بمركز شباب المحرق بدون أهداف. كرة أمامية، علي عبد الرسول، محاولة، تصويبة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة مركز شباب المحرق باللون يعني الأحمر والبرتقالي أو الأحمر والذهبي. ركلة ركنية، كرة عرضية، محاولة، استلام،
عودة وتقدم، المساحة الموجودة تقدم، محاولة هناك ولكن تعود للخلف إلى السكري أو العكري، يحاول يتقدم وتصويبه. علي الماجد متواجد في المكان السليم، تصويبة السيد مهدي محمد في اللقطة الأخيرة. اللاعب رقم 9 تذهب إلى علي الماجد، كرة أمامية إلى علي عبد الرسول، محاولة أمامية تقرأ بشكل ممتاز، سيطرة وتكافؤ في بداية هذا اللقاء من الجانبين، تقدم وإبعاد عن طريق جاسم الجبن. أكيد كل فريق يعني يعرف الآخر، وصلنا للجولة الرابعة في هذه المجموعة، أكيد كل فريق شاهد الفريق الآخر ويعرف أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف، فبالتالي ما في أي مفاجآت. كرة أمامية، استلام، محاولة الدوران، تهيئة وخطأ لمصلحة المحرق، غانم الضاعن يحصل على خطأ، جاسم الشبن على التنفيذ. غني عن التعريف جاسم على مستوى كرة القدم بشكل عام وكرة القدم داخل الصلاة. كرة أمامية، علي عبد الرسول، محاولة تعود وتبعد إلى خارج أرضية الملعب عن طريق حسن العكري، طويلة من حسن باتجاه سيد مهدي، استلام، محاولة من سيد، تعود للخلف إلى الياس حسين علي، باتجاه أحمد يوسف إلى الياس، يتقدم الياس، يحاول بكرة قصيرة بينه وبين سيد مهدي، محاولات، استلام ومحافظة على الكرات، محاولة تصويبة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية ملعب عن طريق اللاعب سيد مهدي، متحرك بشكل سليم ولكن قراءة الكرة الأخيرة لم تكن بالشكل المثالي. سيد مهدي كان متواجد يعني بدون مراقبة وفي مكان قريب جدا من المرمى ولكن لم يتمكن من مباغتة حارس المرمى. كرة أمامية، محاولة، ولكن حارس المرمى متواجد في المكان السليم، سيد محمود مجيد متواجد متمركز، يتمكن من عمل ردة فعل ممتازة ويبعد الكرة الأخيرة، يبعد أول أهداف اللقاء. بداية تقريبا متكافئة من الفريقين، هجمة من هنا وهجمة من هناك، محاولة حمراء ومحاولة زرقاء، كرة أمامية، محاولة ومرور، تقدم، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. الياس إلى سيد مهدي، التغطية من جاسم الجبن بشكل ممتاز، التحام شرعي على الكرة الأخيرة، محاولة وتقدم إلى المتقدم جاسم الجبن، يحاول مرور وحكم اللقاء، حكم اللقاء لا يحتسب أي شيء. سيد مهدي، تقدم من الياس، محاولة أمامية، تقدم والمساحة، 2-1، 2-1، علي عبد الرسول، جول، جول، علي عبد الرسول يتمكن من افتتاح التسجيل، فرصة أولى لعلي ويتمكن خلالها من تسجيل أول أهداف اللقاء، هو الآخر نجم غني عن التعريف، فبالتالي يتمكن من تسجيل أول أهداف اللقاء لمصلحة مركز شباب المحرق. دائما اسم المحرق لما يكون موجود في مكان أكيد ابحث عن البطولات وابحث عن المنافسة في كل شيء. مركز شباب المحرق يتقدم عن طريق النجم علي عبد الرسول، أول أهداف اللقاء أمامية، سيد مهدي يحاول يتقدم، حاول المرور، التهيئة والتصويب والإبعاد عن طريق علي الماجد. يحلى اللقاء في هذه اللحظات، يسجل أول أهداف اللقاء وفرصة مميزة من نادي بوري، إصابة لعلي الماجد، كل السلامة لحارس مركز شباب المحرق يصاب في اللقطة الأخيرة. يتمكن مركز شباب المحرق من تسجيل أول أهداف اللقاء، تقريبا من ثاني فرصة يتمكن علي عبد الرسول من تسجيل أول أهداف اللقاء، متمرس أكيد على كرة القدم داخل الصلاة، فبالتالي يحصل على كرة في مكان سليم بدون مراقبة وبأفضلية عددية بالنسبة لعلي عبد الرسول، يتمكن خلالها من تسجيل أول أهداف اللقاء. يواصل
علي الماجد يواصل اللقاء. كل السلامة لهذا الحارس. كرة عرضية، محاولة متابعة وإلى خارج أرضية ملعب، متابعة بشكل ممتاز. كرة أمامية، علي عبد الرسول صاحب الهدف الوحيد وصاحب التحركات المميزة، مبعدة إلى خارج أرضية ملعب. حسن العكري على التنفيذ، حسن باتجاه الياس. الياس كرة أمامية تقرأ بشكل ممتاز عن طريق علي عبد الرسول، يحاول يحافظ على الكرات سيد مهدي، ولكن خطأ لمصلحة علي، خطأ لمصلحة علي عبد الرسول. كان متراجع يعني عمل الواجبات الدفاعية، سيد مهدي يعترض على قرار حكم اللقاء، ولكن أكيد يعني التدخل كان موجود والخطأ موجود كذلك، خطأ مستحق على سيد مهدي. كرة أمامية إلى خارج أرضية الملعب. عشر دقائق على بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء، اللقاء الأول في هذا اليوم. كرة أمامية، تقدم لمصلحة المحرق، علي عبد الرسول تقدم ومحاولة، كرة أمامية إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة وعرضية إلى خارج ولم تخرج، تصل إلى سيد مهدي، يتقدم سيد، محاولة التقدم والكرة ولكن بشكل خاطئ، تمرير بشكل خاطئ من جانب سيد مهدي، يلعب ببعض العصبية من خلال الدقائق اللي فاتت، فبالتالي يعني عليه أن يكون أكثر هدوءا من أجل اكتمال الهجمات. محاولات وكرات أمامية، خذوهات مبعدة إلى خارج أرضية الملعب، مبعدة من أمام معاذ عبد الرحمن. جاسم الجبن، تبادل الكرات القصيرة، محاولة والتغطية الدفاعية موجودة بشكل ممتاز إلى علي عبد الرسول، والهدف الثاني، والهدف الثاني ضيع، الهدف الثاني ضيع. شاهد معي الربط المميز بين علي عبد الرسول ومعاذ، معاذ عبد الرحمن من خلال الكرة الأخيرة، تبادل الكرات بشكل ممتاز وتفاهم كبير. علي عبد الرسول شاهد معي علي، ولكن تصل إلى حارس المرمى. كرة أمامية، تقدم إلى علي عبد الرسول، معاذ مرة أخرى يحاول، مبعدة من أمام معاذ إلى خارج أرضية الملعب. جاسم الجبن، كرة أمامية تستخلص، الهدف التعادل، هدف التعادل، ولكن متواجد علي الماجد في المكان السليم. علي الماجد يغطي على خطأ جاسم الجبن، متألق هو الآخر علي الماجد من خلال هذا اللقاء، يتمكن من التغطية على الخطأ الأخير. كرة أمامية، تقدم، محاولات، بوري يقترب من تسجيل هدف التعادل والتصويبة إلى خارج أرضية الملعب. تصويبة إلى خارج أرضية ملعب عن طريق حسن العكري صاحب التصويبة الأخيرة. علي عبد الرسول إلى معاذ، أمامية تعود إلى معاذ إلى خارج أرضية ملعب. تقدم ومحاولة، جاسم الجبن، علي عبد الرسول، تقرأ بشكل سليم كرة وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. بوري أفضل في هذه اللحظات، تصور بهذا الأداء ممكن يسجل هدف التعادل في قادم الوقت. كرة أمامية، محاولات خلف المدافعين وتخرج إلى خارج أرضية الملعب. علي الماجد إلى جاسم الجبن، تبادل الكرات، تبادل المحاولات والتغييرات كذلك من جانب المحرك. كرة وتقدم، الهدف الثاني، والهدف الثاني، ولكن يخرج حارس المرمى وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة مركز شباب المحرك، وأيضا بطاقة صفراء في وجه الحارس سيد محمود مجيد، يحصل على البطاقة الصفراء من خلال التدخل الأخير، تدخل اللقطة الأخيرة وركلة جزاء في توقيت مثالي لمصلحة المحرق.
نحو تسجيل ثاني الأهداف. حمد عبد العزيز زمان يحاول ويسجل ثاني الأهداف. يسجل حمد عبد العزيز زمان ثاني أهداف مركز شباب المحرق، يؤكد التفوق ويؤكد التقدم. الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل من ركلة جزاء بهدفين دون مقابل. المحرق يعود بشكل ممتاز إلى أجواء البطولة بعد خسارة المباراة الافتتاحية، ويتقدم بهدفين إلى حد الآن في زمن الشوط الأول على حساب نادي بوري. كرة أمامية ومحاولة تبادل الكرات القصيرة. جاسم الشوبان يقرأ الكرة بشكل سليم، يتابع، يحاول، كرة أمامية، وعلي الماجد، علي الماجد بتألق كبير أيضا يبعد الكرة الأخيرة عن طريق سيد حسن كاظم، يتألق ويتجاوز جاسم الشوبان، ولكن تذهب مباشرة وتبعد عن طريق علي الماجد إلى خارج أرضية الملعب. كرات لمصلحة بوري في هذه الأوقات، يقترب كثيرا من تسجيل الأهداف، ولكن يعني ركلة الجزاء غيرت مجرى الشوط الأول بعد ما سجل المحرق وتقدم للمرة الثانية. عزز التقدم بالهدف الثاني عن طريق حمد زمان، يحاول وإلى خارج أرضية ملعب. وقت مستقطع من جانب نادي بوري، أكيد يعني محاولة تهدئة الأمور والبحث عن تسجيل ولو هدف في زمن الشوط الأول للعودة خلال الشوط الثاني. بوري في حالة الخسارة اليوم سيكون يعني بشكل كبير خارج البطولة، لأن المحرق راح يصل إلى 9 نقاط ويصبح الفرق بينه وبين بوري إلى 5 نقاط، فيعني خلاص بشكل رسمي راح يكون خارج أجواء البطولة. يعني اليوم مطالب بتحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على أمل البقاء. المحرق في حالة الفوز سيكون يعني نسبة كبيرة يعني متواجد في الدور الثاني. بشكل عام يعني تبدو الحظوظ في هذه المجموعة بين سافرة والمحرق، أكيد فريقين يتأهلون من كل مجموعة، فبالتالي فرص كبيرة للمحرق وسافرة. كرات إلى الياس، تقدم وانتظار الزملاء، محاولة وتمريرة خاطئة إلى خارج أرضية ملعب بعد الوقت المستقطع. تمريرة خاطئة وتذهب الأفضلية لمصلحة المحرق. جاسم الشوبان، المحرق يتقدم بهدفين بخبرة اللاعبين بأقل المجهودات، ولكن عندما يصل المرمى يتمكن من تسجيل أهداف. كرة أمامية، حمد زمان وإلى خارج أرضية الملعب. صاحب الهدف الثاني متحرك بشكل ممتاز، متحرك بشكل ذكي. كرة عرضية، كرة أمامية، محاولة استلام من سيد، وتصويبه، تصويبه إلى خارج أرضية الملعب، تصويبه إلى خارج أرضية الملعب، تصويبه قوية من سيد حسن كاظم. كرة أمامية، أبعاد كرة وتقدم إلى حارس المرمى سيد محمود، محاولة تقدم من سيد حسن اللاعب المتألق، والعرضية أبعاد بشكل سليم إلى خارج أرضية ملعب. سيد حسن كاظم أفضل لاعبي بوري في هذا الشوط إلى حد الآن، يقدم النشاط ويقدم الإضافة في مختلف الأماكن. كرة أمامية وتصويبة إلى خارج أرضية الملعب عن طريق حسن العكري، أيضا هو الآخر نشيط وصاحب تصويبات. كرة واستلام، الياس يتقدم، يحاول تبادل الكرات، محاولة والمساحة إلى سيد حسن، والتغطية الدفاعية، الكرة العرضية إلى حمد زمان، يتراجع حمد يحافظ على الكرات. يتقدم بوري في الضغط على حامل الكرات ويحاول تسجيل الأهداف، يحاول تقليص الفارق. يمتلك الأفضلية في هذا الوقت، ولكن أفضلية الأهداف لمصلحة المحرك. جاسم الجبن الهدف الثالث، ولكن
إلى خارج أرضية ملعب. شاهد معي خبرة مركز شباب المحرق، خبرة اللاعبين على رأسهم جاسم الجبن. بأقل الهجمات بأقل المجهودات، الفريق خطير وقريب من إضافة المزيد من الأهداف. تبادل الكرات، تقدم ومحاولة، كرات أمامية، تبادل الكرات تصل إلى حمد زمان، مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. سيد حسين هادي اللاعب البديل، سيد حسين يحاول، محاولات حسن العكري، تبادل الكرات. بوري لازال في أجواء البطولة ويعني لديه القدرة على العودة من خلال هذا اللقاء، ولكن تعود إلى ياسر حسن إسماعيل، جاسم الجبن، حمد زمان، استلام بشكل ممتاز، محاولة عرضية الهدف الثالث، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الهدف الثالث بتألق كبير. تصل إلى السيد حسين هادي، السيد حسين وهدف الأول، محاولة وإلى مركز شباب المحرق. ياسر يحاول إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. آخر دقيقتين لنهاية زمن هذا اللقاء. جاسم الجبن، علي الماجد أحد اللاعبين المتألقين خلال زمن هذا الشوط. جاسم الجبن ويحافظ على نظافة الشباك إلى حد الآن. محاولات، كرات أمامية، استلام من ياسر، تقدم عن طريق أحمد يوسف، سيد حسين إلى العكري، سيد حسين، محاولات، تقدم وأيضا تمريرة خاطئة. يعني وصلنا لنهاية الشوط ولحين نشوف تمريرات خاطئة من جانب بوري. يحتاج أكيد للتركيز في مثل هذه المواقف، أنه يحتاج لتقليص الفارق على أقل تقدير. جاسم الجبن، آخر دقيقة لنهاية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. مركز شباب المحرق يتقدم بهدفين دون مقابل على حساب نادي بوري. علي عبد الرسول سجل أولا، والهدف الثاني سجل عن طريق حمد زمان. كرة أمامية، يتقدم حارس المرمى، يحاول إضافة الكثافة العددية وإلى خارج أرضية الملعب. تصويبة سيد محمود مجيد كانت أن تكون أول أهداف نادي بوري، يحصل على ركلة ركنية، وأكيد إبراهيم البوري يترقب تسجيل الأهداف. يشجع الفريق السماوي، كرة أمامية، تقدم، محاولات، ياسر حسن إسماعيل، الهدف الثالث، الكرة الأمامية والهدف الثالث، الكرة الأمامية والتغطية بشكل ممتاز. السيد حسين، تقدم، محاولة، المساحة، والخطأ الموجود، الخطأ الموجود، وقد تكون البطاقة الصفراء فعلا، بطاقة صفراء على غانم الضاعن. يحصل على بطاقة صفراء غانم الضاعن بعد التدخل الأخير. العكري والمحاولة، شاهد معي التدخل الأخير، أكيد هناك بطاقة صفراء. السيد حسين، تعادل الخلف، و ينتهي زمن الشوط الأول إلى حد الآن بانتظار صافرة حكم اللقاء. حمد زمان، جاسم الجبن إلى حمد، محاولة، تقدم، محاولة، كرة خذوهات وإبعاد إلى خارج أرضية ملعب. بانتظار صافرة حكم اللقاء، استلام من الضاعن إلى الجبن، محاولات، زمان، استلام وتقدم، محاولة تصويبة إلى خارج أرضية ملعب. آخر 9 ثواني لنهاية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء، والتقدم محرقي بهدفين دون مقابل على حساب بوري. كرة أمامية، السيد حسين، تصطدم في الضاعن وتبعد إلى خارج أرضية ملعب. باقي ثانية لنهاية هذا اللقاء أو لنهاية الشوط الأول من هذا اللقاء. نظام 4 ثواني أكيد، والكرة الأمامية، بعد ذلك تأتي صافرة حكم اللقاء، الحكم الأول محمد مرشد، لتنهي
زمن الشوط الأول بتقدم مركز شباب المحرق على نادي بوري بهدفين دون مقابل. على أمل لقابكم مع الشوط الثاني، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. مرة أخرى نعود بحضراتكم، وذلك لبداية أحداث الشوط الثاني من لقاء مركز شباب المحرق بنادي بوري. تركنا الشوط الأول لينتهي بمصلحة مركز شباب المحرق بهدفين دون مقابل في شوط بشكل عام كان متكافئ بين الفريقين، ولكن محرق تمكن من استغلال الفرص وتسجيل هدفين. الهدف الأول سجل عن طريق علي عبد الرسول، والهدف الثاني سجل عن طريق حمد زمان من ركلة جزاء. يعني حتى نادي بوري أضاع مجموعة من الفرص، ولكن دائما في كرة القدم من يسجل هو من يفوز باللقاءات. نادي بوري يحتاج للعودة وتسجيل 3 أهداف، يحتاج للفوز في هذا اللقاء من أجل الحفاظ على آمال التأهل. سيد حسين كرة أمامية، في حالة الخسارة سيكون بشكل رسمي خارج أجواء البطولة. علي عبد الرسول كرة أمامية تصل إلى جاسم الجبن. المحرق يعود من بعيد بعد خسارة
المباراة الافتتاحية أمام مركز شباب سافرة. الفريق صاحب اللقب وصاحب البطولة السابقة يحاول، والكرة الأمامية والإبعاد عن طريق حارس المرمى سيد حسين، تصل إلى سيد حسين اللاعب رقم 12. فبالتالي مركز شباب سافرة يواصل التألق ويؤكد النوايا في الحفاظ على هذا اللقب. أمس تمكن من الفوز على كرزكان بثلاثة أهداف لهدفين بعشر نقاط، يتصدر هذه المجموعة كرة أمامية وتقدم. حتى في حالة فوز المحرق راح يبقى سافرة في المركز الأول ومتصدر. علي عبد الرسول تقدم ومحاولة، الهدف الثالث على عبد الرسول وإلى خارج أرضية ملعب. علي عبد الرسول بأقل الفرص يتمكن من تشكيل الخطورة وتسجيل الأهداف. شاهدنا خلال الشوط الأول حصل على فرصة محققة وسجل هدف وحيد، بعد ذلك جاء الدور على حمد زمان ترجم ركلة جزاء بالهدف الثاني. محاولات، كرات أمامية، كرات متبادلة، سيد حسين نشاط من جانب السماوي، محاولة وتقدم، علي عبد الرسول، جاسم الشبن، تغطية والإبعاد إلى خارج أرضية ملعب. مباريات المجموعة الأولى يتصدرها مركز شباب سافرة برصيد عشر نقاط، بعد ذلك يأتي المحرق بست نقاط في انتظار نهاية هذا اللقاء، بعد ذلك نادي بوري بأربع نقاط، كرزكان بأربع نقاط. كرة أمامية، سيد حسين تقدم، محاولة، استغلال المساحة والسرعة، ولكن خبرة جاسم الشبن، والهدف الثالث جاسم الشبن وإلى خارج أرضية ملعب. شاهد معي تألق وتميز هذا اللاعب جاسم الشبن، كرة ومحاولة، استلام وإلى خارج أرضية ملعب من علي عبد الرسول، أيضا لاعب مميز ولاعب صاحب خبرة في كرة القدم داخل الصالات الفوتسال. كرة واستلام، سيد مهدي يحاول، تخرج إلى خارج أرضية الملعب. في المركز الخامس البحير بثلاث نقاط، وأخيرا أبو صيبع بدون نقاط. بعد هذا اللقاء البحير سيواجه أبو صيبع، يعني لقاء أكيد كل فريق يعني يحاول فقط إكمال ما تبقى من البطولة. من الصعب أن نشاهد البحير أو أبو صيبع في الدور القادم، على اعتبار يعني كل فريق متأخر بفارق كبير عن فرق الصدارة. كرة أمامية، علي عبد الرسول تقدم ومحاولة، يحاول علي عبد الرسول، تستخلص وتعود لمصلحة بوري، وخطأ، خطأ على الضاعن، يمتلك بطاقة صفراء في زمن الشوط الأول، عليه أن يلعب بحذر أكبر. غانم الضاعن صاحب التدخل الأخير عنده بطاقة صفراء في زمن الشوط الأول، يعني بطاقة صفراء الثانية تعني الخروج من هذا اللقاء. سيد مهدي على التنفيذ، علي الماجد متواجد، تألق خلال زمن الشوط الأول وأبعد مجموعة من الكرات، كرة أمامية وعلي الماجد، علي الماجد يواصل التميز والتألق، رمية مرمى، استلام، محاولة من معاذ والهدف، ولكن الهدف الثالث لم يسجل من خلال اللقطة الأخيرة. كرة أمامية، استلام، محاولات، الكرة العرضية، التقدم والإبعاد عن طريق غانم الضاعن، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. خمس دقائق، بوري يحاول، الهدف والهدف الأول، فعلا يسجل بوري، يسجل نادي بوري في توقيت مثالي عن طريق حسن العكري، يأتي الهدف ويأتي تقليص الفارق عن طريق الفريق السماوي بشكل ممتاز، تحرك سليم، تغطية دفاعية يعني لم تكن موفقة، وإصابة للاعب غانم الضاعن. كل السلامة لغانم، كل السلامة أكيد لكل اللاعبين. غانم الضاعن يصاب في هذا التوقيت، بوري يحافظ على أمال التواجد واستمرار التواجد في هذه البطولة من خلال تسجيل الهدف عن طريق حسن العكري في توقيت مثالي جدا، أو أول بطولة لـ
دوري خالد بن حمد انطلقت في عام 2012، مركز شباب الوسطى تمكن من تحقيق اللقب، و2014 أيضا النسخة الثانية أيضا مركز شباب الوسطى تمكن من الحفاظ على اللقب. النسخة الثالثة كانت في عام 2015، مركز شباب الزلاق اللي يقدم مستويات مميزة في هذا العام تمكن من تحقيق لقب النسخة الثالثة، وإصابة يعني نتمنى تكون سليمة لغانم الضاعن. إصابات تلاحق مركز شباب المحرق، تبدو إصابة مؤثرة لهذا اللاعب. يتمكن من النهوض، إن شاء الله يكون سليم. غانم الضاعن يعني يبدو في الطريق نحو الخروج إلى خارج أرضية الملعب. كل السلامة لغانم، إن شاء الله نشوفه خلال المباريات القادمة. مركز شباب المحرق يقبل هدف، فبالتالي يعني الأمور لم تحسم. شاهد معي الكرة ويعني بينه وبين زميله علي الماجد، يصاب من خلال التدخل الأخير أو التصادم الأخير. كل السلامة لغانم. تصل إلى معاذ، يستأنف اللقاء بهدفين مقابل هدف. بوري يحافظ على أمال العودة والضغط بشكل ممتاز، ابعاد الى خارج ارضية الملعب. اكثر نشاط مركز شباب او نادي بوري يواجه مركز شباب المحرق، اكثر نشاط في هذا التوقيت. كرة امامية، محاولة ابعاد الى خارج ارضية الملعب. استلام علي عبد الرسول، كرة طويلة الى السيد مهدي، استلام من سيد يحاول التقدم. سيد تهي عرضية متابعة، حكم اللقاء يعطي الأفضلية ويعود ويحتسب الخطأ على الكابتن علي عبد الرسول، وأيضا البطاقة الصفراء في وجه علي عبد الرسول نجم المتألق يسجل ويحصل على البطاقة الصفراء. شاهد معي التدخل، أكيد تصور يعني بطاقة صفراء في محلها كانت عن طريق حكم اللقاء أو الحكم الأول محمد مرشد، الحكم الثاني هو أحمد الغريب، والحكم الثالث هو أسامة دريس. تدخل أخير يستحق خطأ وبطاقة صفراء في وجه اللاعب علي عبد الرسول. واضح أمامك على الصورة، 6 دقائق مرت على بداية زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء، بهدفين مقابل هدف، بأفضلية لمصلحة السماوي إلى حد الآن، ولكن السماوي لازال متأخر في النتيجة ويحتاج لتسجيل على أقل تقدير هدفين، يحتاج بشكل عام للفوز، يحتاج للثلاث نقاط للوصول إلى المركز الثاني، بخلاف ذلك سيكون يعني خارج البطولة في حالة الخسارة. متابعة لكل المباريات، وقت مستقطع من جانب السماوي. مركز او نادي بوري يطلب الوقت المستقطع في توقيت يعني يحتاج فيه لالتقاط الانفاس وتسجيل اهداف. المدرب يعرف افضلية الفريق في هذا التوقيت، فبالتالي يعني يسعى لتهدئة الفريق اولا، بعد ذلك استغلال الخطأ و العودة في اللقاء من جانب الفريق السماوي. توجيهات أيضا من جانب مدرب مركز شباب المحرق الكابتن علي الياسي، توجيهات مستمرة. الفريق متراخي في اللحظات اللي فاتت في زمن الشوط الثاني، بشكل عام الفريق متراخي بشكل كبير، فبالتالي يحتاج الفريق لبعض التوجيهات والصدمة المعنوية، إعطاء النشاط للاعبين، إعطاء حتى بعض الفرصة لالتقاط الأنفاس من خلال الأوقات المستقطعة. نادي بوري يحاول،
خطأ لمصلحة نادي بوري. الفريق السماوي يبحث عن هدف التعادل. كرة وتصويبة إلى خارج أرضية ملعب. محاولة فتح الجدار البشري في اللقطة الأخيرة. دخول السيد مهدي. محاولات تبادل الكرات. أفضلية للسماوي. يحاول سيد مهدي وتصويبة من بعيد جدا إلى خارج أرضية ملعب. تصويبة قوية جدا من سيد مهدي. محرك بالخبرة يتقدم بفارق هدف إلى حد الآن. كرة أمامية. علي عبد الرسول. محاولات متابعة. علي استلام. محافظة على الكرات. تقدم خلف المدافعين وحارس المرمى يخرج في التوقيت السليم. حارس المرمى. كرة أمامية. تقدم ومحاولة. تبادل الكرات. كرة من سيد مهدي تستخلص من جاسم الجبان. يحاول والخطأ غير موجود حسب إشارة حكم اللقاء. كرة وتقدم وأيضا هناك بعض الالتحامات. الهدف الثاني والمحاولة وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء. علي عبد الرسول يتقدم نحو ثالث الأهداف. يحاول تغطية دفاعية. علي عبد الرسول. علي عبد الرسول ولكن إلى خارج أرضية الملعب. بخبرة كبيرة من علي عبد الرسول كان جدا قريب من تسجيل الهدف الثالث ولكن شاهد معي علي عبد الرسول يحافظ على الكرات بشكل مميز وسليم. يصوب تصطدم في القائم وتخرج إلى خارج أرضية ملعب. الحظ يتخلى عن علي عبد الرسول في اللقطة الأخيرة. كرة أمامية. نادي بوري يبحث عن العودة وتسجيل الأهداف. كرة أمامية يحتاج لذلك. يحتاج للتسجيل. يحتاج للفعالية في الخط الأمامي. كرة أمامية تعود إلى سيد مهدي. يتقدم سيد. يصوب ولكن إلى خارج أرضية ملعب. 8 دقائق مرت على زمن الشوط الثاني والتقدم محرقي بهدفين مقابل هدف. أفضلية في الشوط الثاني لمصلحة نادي بوري ولكن دون تسجيل الأهداف. علي عبد الرسول. جاسم الجبن مبعدة إلى خارج أرضية ملعب. جاسم الجبن على التنفيذ. كرة طويلة. علي عبد الرسول استلام إلى جاسم وتصويبة من جاسم إلى خارج أرضية الملعب. سيد محمود. خطأ والاعتراضات مستمرة من جانب دكة البدلاء. الاعتراضات أكيد على الحكام لا تغير أبدا في قرار حكم اللقاء. حكم يتخذ قرار خلاص يكون قرار نهائي سواء كان قرار صحيح أو خاطئ. خلاص هو قرار نهائي. سيد مهدي على التنفيذ يمتلك تصويبات قوية. علي الماجد متواجد. سيد مهدي والكرة والتعادل. والتعادل بشكل سليم. جول إلياس حسين علي. إلياس حسين علي متواجد في المكان السليم ويتمكن من تسجيل هدف التعادل على غفلة من الدفاع المحرقي. يتمكن نادي بوري من العودة في اللقاء ويسجل ثاني الأهداف. يسجل هدف التعادل. تكلمت عن أفضلية السماوي في هذا الشوط. يتم تأكيد ذلك بتسجيل هدف التعادل عن طريق الياس. هدف تعادل مستحق من جانب السماوي أكيد. هدف التعادل وفي الطريق نحو ثالث الأهداف. والقائم يدافع عن المحرق في هذه الأوقات. القائم وطلب وقت مستقطع من جانب الكابتن علي الياسي. يعرف يعني عدم قدرة الفريق على مجاراة الرتم المقدم في هذه اللحظات. فبالتالي يعني أخذ يعني بعض أو أخذ دقيقة للحوار لإعطاء الحافز لإراحة بعض اللاعبين. أكيد عامل السن بالنسبة حق المحرق لا يخدم اللاعبين على اعتبار نادي بوري واضح أفضلية اللياقة البدنية وعامل السن لمصلحة السماوي.
اصغر في السن نادي بوري بشكل عام، معدل الاعمار يعني اصغر بكثير من نادي المحرق او من مركز شباب المحرق، فبالتالي يعني وقت مستقطع في التوقيت المثالي، بقت 10 دقائق وبوري يقترب من العودة وتسجيل الفوز او التقدم في اللقاء. استأنف اللقاء ونادي بوري يبحث عن التقدم قريب من ذلك. تمريرة ممتازة جدا كانت عن طريق سيد مهدي، سجل عن طريق الياس هدف العودة وهدف التعادل. الياس حسين علي كان متمركز في مكان سليم وتمكن من العودة وتسجيل التعادل. كرة أمامية، محاولة واستلام، يدخل حمد زمان لاعب البديل ودخل في الشوط الأول وسجل الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء. محاولات، كرة أمامية، تبادل الكرات، حمد زمان يحاول التغطية بشكل ممتاز، دوران، محاولة، كرة ولكن تعود لمصلحة السماوي. تغطية من ياسر، ياسر حسن إسماعيل يحاول دوران بالكرة، الحفاظ على الكرات، استخدام المهارة الفردية بينه وبين حمد زمان و إلى حارس المرمى. فاصل مهاري بين حمد وياسر ولكن في الأخير تصل إلى حارس المرمى سيد محمود مجيد. أقل من نصف الشوط الثاني وبوري لا زال يلاحق هدف التقدم. كرة أمامية، ياسر يتقدم، تخرج إلى خارج أرضية ملعب. كرة أمامية، حمد زمان، سيد مهدي بضربة رأسية بحماس كبير، الهدف الثالث، سيد مهدي يحاول، جول! جول! لمصلحة بوري، سيد مهدي شاهد مع التألق بشكل ممتاز، يؤكد التألق في هذا اللقاء ويعود بوري مرة أخرى، يعود بوري من جديد لأجواء هذه البطولة، يعود لأجواء اللقاء ويعود لأجواء البطولة، يقفز للمركز الثاني بشكل مؤقت في حالة الفوز في هذا اللقاء. يعود، كان متأخر بهدفين ويتمكن من تسجيل 3 أهداف أكيد مستحقة. كرة أمامية، نادي بوري يتغير بشكل واضح خلال زمن الشوط الثاني ويستحق التعادل والتقدم. سيد مهدي بتألق كبير هيئ الهدف وسجل الهدف الثالث، يتألق ويقدم أداء كبير يساعد الفريق على تسجيل الأهداف وتهيئة الأهداف كذلك. كرة أمامية إلى ياسر، الضغط بشكل ممتاز، الحماس كبير، حماس أكبر من جانب نادي بوري. الكرة العرضية، حمد زمان، جول! جول! إثارة كبيرة في هذا اللقاء، حمد زمان أيضا بفاصل مهاري استعراضي يتمكن من تسجيل 3 أهداف وثنائية بالنسبة له في هذا اللقاء. حمد زمان يتألق وأيضا هناك بعض الحوارات من دكة البدلاء. ب3 أهداف لكل فريق، أكيد التعادل لا يخدم مصلحة نادي بوري، تعادل أكيد يعتبر جيد لمصلحة مركز شباب المحرق. حمد زمان هو الآخر يتألق من الجانب المحرق. كرة أمامية، ياسر، محاولات وإلى خارج أرضية ملعب. شوط ثاني أكيد أفضل بكثير من زمن الشوط الأول. كرة أمامية ومحاولة من جاسم الجبن، تقدم، السرعة والمحاولة، البحث عن المساحة وتقدم الزملاء، كرات ومتابعة خلف المدافعين. حمد زمان يتألق، حمد زمان يستخلص، تعود ومحاولة ومرور وتقدم، دوران وإلى خارج أرضية ملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة أمامية، ياسر، استلام، استعراض، محاولات بشكل ممتاز،
تعود لمصلحة نادي بوري، يحاول تحية عرضية، تقدم ومحاولة، كرة قصيرة، الهدف الرابع، ولكن حمد زمان يقرأ الكرة بالشكل السليم إلى جاسم الشوبان، الهدف الرابع، جاسم تعود إلى جاسم الشوبان مرة أخرى، وخطأ على نادي بوري. مجهود بدني كبير يبذل من جانب اللاعبين في هذا اللقاء، هناك تكافؤ كبير من حيث الدفاع والهجوم. كرة أمامية، شاهد معي جاسم الشوبان صاحب التصويبة الأخيرة. لا زال مركز شباب المحرق يحافظ على أماله في هذا اللقاء من أجل تحقيق الانتصار. دكة البدلاء بقيادة المدرب علي الياسي، أكيد البحث دائما عن تحقيق الثلاث نقاط، والترقب موجود، والحوارات والبطاقة الصفراء على معاذ، البطاقة الصفراء على معاذ، و الكابتن عبد الله المالكي كذلك يعني يطرد من دكة البدلاء ومطالب كذلك بالابتعاد عن دكة البدلاء. هناك بعض الحوارات يعني الغير ودية بين الحكم ودكة البدلاء، يعني نتمنى أن نركز أكثر على أرضية الملعب. محاولة وتصويب ولكن إلى خارج أرضية الملعب. جاسم الشوبان 6 أهداف في هذا اللقاء إلى حد الآن بين الفريقين، وكرة أمامية، جاسم الشوبان، سيد مهدي يتقدم وإلى خارج أرضية الملعب. سيد مهدي لاعب متألق ولكن يحصل على البطاقة الصفراء، يعني بطاقات صفراء كثيرة من خلال هذا اللقاء. سيد مهدي لاعب متألق ولكن من خلال الكرة الأخيرة لم يكن أبدا متألق، يعني خطأ عليه أكيد موجود، ويعترض بشكل غير رياضي على حكم اللقاء، يستحق البطاقة الصفراء. كون اللاعب متألق لا يعني أنه يقدر يعترض على قرارات حكم اللقاء كما يريد، يعني فبالتالي البطاقة الصفراء أكيد ممكن تؤثر على تقييم هذا اللاعب في هذا اللقاء. كرة أمامية، جاسم الشوبان، كرة طويلة، محاولة استلام من ياسر بشكل ممتاز، استلام ومحاولة التقدم، ياسر يحافظ على الكرات مبعدة إلى خارج أرضية الملعب. آخر 5 دقائق والإثارة كبيرة من الجانبين، المحاولات مستمرة والكل يبحث عن تسجيل الهدف الرابع. حمد زمان متألق كبير في هذا اللقاء، ممكن يكون نجم هذا اللقاء. سيد محمود، محاولات، كرة أمامية، الضغط من جانب المحرك في هذه اللحظات. سيد مهدي متألق هو الآخر، سيد مهدي يتقدم، تستخلص وتعود، حماس كبير في أرضية ملعب، مطلوب أكيد ضربة رأسية إلى خارج أرضية ملعب. أحمد يوسف صاحب الضربة الرأسية الأخيرة، رمية مرمى، كرة طويلة إلى أحمد يوسف، تقدم ومحاولة، البحث عن تحركات الزملاء، تبادل الكرات، تقدم، محاولة، سيد مهدي يحاول مرور، يتمكن من ذلك، يتلاعب بجاسم الشوبان، الهدف الرابع، يتقدم حمد زمان إلى جاسم الشوبان. جاسم يقدم أدوار هجومية ويحصل على خطأ بخبرة السنين، يتمكن من الحصول على خطأ. جاسم الشوبان يعني يقدم درس كبير من خلال هذه البطولة حول خبرة أو أهمية لاعبي الخبرة في مختلف الملاعب. لاعب أكيد مميز بالأخلاق داخل أرضية الملعب وخارجها، وكذلك مميز بالأداء الكبير داخل أرضية الملعب، فبالتالي يستحق أن يكون هو قائد مركز شباب المحرك. كرة وتصويبة إلى خارج أرضية الملعب. استلام، محاولة، ياسر حسن، تقدم ومحاولة عن طريق عبد الله رمضان، محاولة وتقدم، التغطية من ياسر، يتمكن من استخلاص الكرات. ياسر حسن إسماعيل يحاول،
استلام ومحاولة ابعاد الى خارج ارضية الملعب يعني بشكل خاطئ، هي تمريرة ولكن تذهب مباشرة الى خارج ارضية الملعب. كرة امامية ياسر بضربة رأسية وابعاد الى خارج ارضية ملعب. اخر ثلاث دقائق ونادي بوري مطالب بتسجيل هدف التقدم. حمد زمان محاولة تغطية الدفاعية الى رمية مرمى، تنفذ بشكل سريع سيد مهدي ولكن لم يتمكن من الوصول. سيد مهدي محمد، كرة أمامية، استلام من حمد زمان، الهدف الرابع، يحاول حمد زمان، جول! وينك من زمان يا حمد زمان؟ يتمكن من تسجيل الثلاثية بتألق كبير، يتجاوز كل اللاعبين، يتجاوز كل بوري، ويتمكن من تسجيل رابع الأهداف. دائما المحرق عود على العودة، والهدف الرابع، الهدف الرابع، الهدف الرابع يأتي عن طريق بوري بشكل سريع جدا. تنفيذ ركلة البداية وتسجيل الهدف الرابع بشكل سريع، يعني لا زال حمل زمان يحتفل بالهدف الرابع، ويأتي هدف التعادل عن طريق سيد مهدي. إثارة كبيرة في هذا اللقاء، تكافؤ كبير، الهدف الرابع، ولا زال بوري يبحث عن هدف الانتصار. آخر دقيقتين، أتصور واحد من أحلى اللقاءات في هذه البطولة. سيد مهدي يعني ينفذ الكرة بذكاء كبير ويسجل الهدف الرابع، يستغل تقدم علي الماجد، تسجيل الهدف الرابع في آخر أو الوقت المتبقي دقيقة و40 ثانية لنهاية هذا اللقاء. سيد مهدي الهدف الخامس، يحاول كرة أمامية، سيد حسين، سيد مهدي، والإبعاد عن طريق علي الماجد. سيد مهدي يقترب كذلك من تسجيل الثلاثية في هذا اللقاء، يقدم أداء كبير بغض النظر عن النتيجة المسجلة. سيد مهدي واحد من أهم اللاعبين وأفضل اللاعبين في هذا اللقاء، والاعتراضات مستمرة والتوقفات كذلك. علي الماجد يعترض على قرار حكم اللقاء، إبعاد من علي الماجد، إبعاد الكرة الأخيرة. آخر دقيقة نهاية اللقاء المثير، 4 أهداف لكل فريق، أكيد هاي النتيجة تصب لمصلحة مركز شباب سافرة. علي الماجد يحصل على بطاقة صفراء هو الآخر، كثيرة هي البطاقات من خلال هذا اللقاء. الاعتراض يعني كبير من الفريقين. علي الماجد كرة أمامية، سيد حسين إلى معاذ، تبادل الكرات القصيرة، استلام علي عبد الرسول، الكرة الأمامية والهدف الخامس إلى خارج أرضية ملعب. آخر لحظات الشوط الثاني، الشوط المثير، اللقاء المثير، اللقاء الممتع من الجانبين. كرة طويلة من علي الماجد، ضربة رأسية أبعاد إلى خارج أرضية ملعب. علي عبد الرسول يحاول كرة عرضية، سيد حسين يتقدم، سيد حسين يبحث عن الزملاء إلى خارج أرضية ملعب. آخر الثواني، وبوري أكيد لا زال يبحث عن هدف الفوز. كرة أمامية ومحاولة طويلة، ضربة رأسية، التهية، سيد مهدي يضيع الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة. علي عبد الرسول وأيضا يضيع الهدف الخامس، ركلة ركنية، الإثارة متواصلة في هذا اللقاء. إصابة لحارس المرمى، كل السلام لسيد محمود مجيد. إصابات كثيرة في هذا اللقاء، تصادمات يعني أكيد غير مقصودة من خلال الكرة الأخيرة، ومجموعة من الأهداف كذلك اللي تضيع بشكل في بعض الأوقات غريب على تألق اللاعبين. و19 ثانية أكيد وقت كبير في كرة القدم داخل الصالة. سيد مهدي محمد يقدم أداء كبير هو الآخر، سجل هدفين، مهيئ هدف من الجانب الآخر من جانب مركز شباب المحرق. أكيد حمد زمان
هو نجم الفريق بثلاثة أهداف، وحتى يعني طريقة الأهداف هناك استعراف كبير من هذا اللاعب، يعني لديه الثقة الكبيرة في النفس، قادر على تجاوز اللاعبين، كل هدف أحلى من الثاني، خصوصا الهدف الثالث والرابع بالنسبة له، على اعتبار أن الهدف الأول جاء من ركلة جزاء، الهدف الثاني في اللقاء والأول بالنسبة لحمد زمان، فبالتالي تألق حتى من اللاعب الواضح أمامك على الصورة السيد مهدي محمد. كل السلامة للحارس سيد محمود مجيد. لقاءات اليوم بعد هذا اللقاء البحير سيلاقي بصيبع، اللقاء الثالث سيكون دمستان أمام القرية، واللقاء الأخير خلال هذا اليوم رفاع الشرقي سيلاقي النعيم. دائما أربع لقاءات في كل يوم. محاولة ركلة ركنية إلى خارج أرضية الملعب، آخر ثواني الشوط الثاني، سيد مهدي لمصلحة المحرق الآن. تعادل سيبقي على أمال بوري، محاولة كرة أمامية أبعاد إلى خارج أرضية ملعب. مباراة كبيرة من الجانبين، مباراة مثيرة، كرة عرضية محاولة ولكن إلى خارج أرضية ملعب. آخر فرصة لمصلحة بوري، نادي بوري، وأيضا التنفيذ خاطئ يعني بشكل غريب في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الحاسمة واللحظات المهمة، نادي بوري يخطئ في التنفيذ إلى خارج أرضية الملعب. المحرق يمتلك الأفضلية، عنده أمل في تسجيل هدف الفوز، والكرة مبعدة إلى ركلة ركنية. آخر سبع ثواني لنهاية اللقاء، وبنسبة كبيرة التعادل سيكون هو سيد الموقف بين الفريقين. الكرة العرضية إلى خارج أرضية الملعب، سيد مهدي آخر الفرص، وأيضاً التنفيذ خاطئ، سيد مهدي يطرد في هذه اللحظات، يضيع كل المجهودات، أكيد لاعب كان متألق ولكن يطرد ويواصل الاعتراض. يعني مثل هذه الأمور أكيد تأثر على أداء اللاعب وقيمة اللاعب في أرضية الملعب. يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويطرد في هذه اللحظات، كان بإمكانه يعني أن يركز في تنفيذ الكرة وبعد ذلك يعني يحاول وضع مجهود الغضب في كرة القدم. آخر الثواني خلاص، بنسبة كبيرة المحرق يتعادل مع نادي بوري. المحرق في حالة التعادل سيرتفع إلى سبع نقاط وبوري إلى خمس نقاط، لا زال يمتلك الأمل بوري، ولكن يعتمد على نتيجة المحرق في المباراة المتبقية، فبالتالي يعني يلعب على نتائج الآخرين. اليوم لو فاز كان ممكن يعني يلعب ويعتمد على نفسه، الآن آخر لحظات، لا زال المحرق يبحث عن الفوز. ثانيتين بإمكان المحرق تسجيل هدف الفوز. جاسم الجبن محاولة، التهيئة محاولة ولكن إلى خارج أرضية ملعب، إلى خارج أرضية ملعب، الكرة الأمامية، بعد ذلك ينتهي الوقت وينتهي اللقاء بالتعادل، في لقاء مثير، في لقاء متكافئ، تعادل أتصور مستحق من الجانبين. تعادل يرفع رصيد المحرق إلى سبع نقاط، يبقى في المركز الثاني، وبوري إلى خمس نقاط كذلك يبقى في المركز الثالث، في انتظار نتائج باقي المباريات. سعدت بحضراتكم في هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم في لقاءات كروية قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا خالص التحايا من القلب والوجدان، من محدثكم حمد الشملاق.